سواد مركز من عباد، وطالبه مساعده من حضراتكم، وجوزي سابني بقالي 20 سنه، ومعايا بنتين متطلقين ومعاهم عيالهم، والبيت واقع علينا، وربنا اللي عالم بينا، ولكم الاجر والصبع عند الله، وربنا يكفيكم شر المرض وجازيكم خير، وربنا يستركم دنيا واخر، ساعدونا باي حاجه للبيت اللي واقع علينا، هموت انا وعيالي، مش لاقيين حته نقعد فيه. والله 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 لا قادر اسكن ولا قادر اجر، ما حلت الا 360 جنيه قبضي، وما انا عارفه اعمل بهم اي حاجه. ولاد الحلال هم اللي بطلب منهم اي حاجه ان هم يساعدوني به، ولكم الاجر والصبع عند الله. دي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها، اهي عشتنا وحشه وربنا اللي عالم بيه. شوفوا احنا عشتنا وشوفوا نمتنا، والله العظيم ربنا اللي عالم بينا، عالم بينا الله ربنا. البيت واقع علينا يموتنا انا وعيال، ما احناش لاقيين حته نقعد فيك. طالبه من اهل الخير منكم تساعدوني، لو ابني قال حتى واقعد فيه، البيت بايظ علينا وهيموتنا انا وعيال، وربنا اللي عالم بينا. والله ما معايا اعمل حاجه ولا قادر اعمل اي حاجه، لو كان معايا فلوس كنت طلعت سكنت بره. لك الاجر والصواب عند الله، ربنا هيجازيكم خير ويكفيكم شر المرض ويجعلكم مستورين. حقي معلم يا رب باللي احنا فيه، واجعله في ميزان حسناتكم، واسترها معاكم دنيا واخر. اللي يساعدني باي حاجه لله ابني حتى لو قضى واحد، لك الاجر والصواب عند الله، ربنا اللي عالم بينا وباللي احنا فيه. دي عيشتنا ودي بيتنا والدنيا عامله علينا ازاي. وجوزي سابني بقاله 20 سنه وانا معايا العيال ومش عارفه اعمل فيهم اي حاجه، ولا هينين عليا اطلع اشتغل، مش عارفه اعمل اي حاجه خالص. وانا بتعالج في الكبد بقالي النهارده 15 سنه، كنت بروح الكبد هناك في المنصوره حوالوني شربيه، وربنا اللي اعلم بيا وبحالنا وبعيشتنا، هو اللي اعلم بينا احنا عايشين ازاي.